لك. شكرا لك سيد لك عمر فياض، كيف يتواصل معك المشاهدون للتعليق على هذه القضايا التي سنطرحها في هذه الحلقة؟ شكرا أيمن. بداية، كيفية المشاركة ستكون من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. هذا الهاشتاج أضيفوه في نهاية كل تدوينة أو سؤال تريدون أن نستعرضه في الحلقة. الموضوعان مطروحان في حلقة الليلة، نبدأهم بتصويت المصريين بالخارج، والموضوع الثاني سيكون عن مطالبة السيسي للغرب باستكمال دوره في ليبيا لمحاربة الإرهاب كما يقول. أرسل أنا أراكم حول هذه المواضيع من خلال الهاشتاج أو من خلال الدخول على كلتا صفحتي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إليك أيمن. شكرا لك عمر. بدأ اليوم المصريون بالخارج كتابة الفصل الأول في أول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، ويمتد التصويت في الخارج لمدة 4 أيام تنتهي الأحد المقبل. تضاربت التقديرات بشأن نسبة مشاركة المغتربين، ففي حين أشارت تقارير إعلامية رسمية إلى كثافة التصويت، أكدت مصادر مغايرة انخفاض نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات الماضية، خاصة في ظل السماح بالتصويت بالرقم القومي دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، كما كان الحال في انتخابات 2012، وهو ما يسمح للموجودين خارج مصر بشكل عارض أو حتى المقيمين بشكل غير قانوني أن يشاركوا في التصويت. من جهته، دعا الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج الجاليات المصرية بالخارج إلى التظاهر أمام السفارات والقنصليات في البلدان المختلفة احتجاجا على ما وصفوه بمسرحية الانتخابات الرئاسية، ما بين مؤيدين ومعارضين ومقاطعين وغير معترفين، تدور انتخابات تبدو محصنة ضد المفاجآت، ليصبح تولي قائد الانقلاب العسكري منصب الرئاسة في رأي كثيرين مسألة وقت وخطوات إجرائية لا أكثر. وسط احتفاء إعلامي كثيف، بدأ الخميس تصويت الناخبين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية في ظل مقاطعة التحالف الوطني لدعم الشرعية وحركة 6 إبريل وعدد من الحركات والأحزاب والشخصيات السياسية. وزارة الخارجية قامت بمجهودات مضنية من أجل تهيئة الأجواء لانتخابات المصريين بالخارج، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة بدر عبد العاطي إن تسهيلات كبيرة أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي تسمح للمواطنين المصريين الموجودين في الخارج بالتوجه إلى أقرب لجنة انتخابية سواء داخل سفارة أو قنصلية للتصويت، طالما أن اسمه مدرج في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي حتى ولو لم تكن سارية أو جواز السفر الذي يحمل الرقم القومي. المسألة هتاخد يعني وقت قصير جدا، هيتم تمرير بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت غير سارية، يعني بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت غير سارية تصلح كوثيقة لإثبات الشخصية أو جواز السفر المميكن على أن يكون ساري، هيتم تمرير على هذا الجهاز، هتطلع على طول البيانات الخاصة بالناخب ويتم التأكد منها. وكانت عملية التصويت قد انطلقت الخميس وتستمر 4 أيام وتجرى في 141 مقرا انتخابيا في 124 دولة، فيما ألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في كل من ليبيا وسوريا والصومال وإفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول. وتختلف انتخابات الرئاسة 2014 عن سابقتها في 2012 في أن الناخب يمكنه الذهاب مباشرة إلى مقر اللجنة في السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته دون الحاجة لتسجيل مسبق لبياناته ومحل إقامته بالخارج، وهو ما يتيح للموجودين خارج مصر بشكل عارض أو المقيمين بشكل غير قانوني أن يشاركوا في التصويت. وكانت أعلى نسبة تصويت للمصريين بالخارج في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة عام 2012 والتي شارك فيها 311 ألف مواطن مقيم بالخارج، وشهد اليوم الأول أيضا إقبالا كثيفا من قبل الناخبين في ظل استقطاب واسع النطاق وعدم مقاطعة أي فصيل أو فئة لانتخابات تنافس فيها 13 مرشحا. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب في استوديو مصر الليلة بضيوفنا أحمد حسن الشرقاوي المحلل السياسي والكاتب الصحفي، ومحمود إبراهيم الخبير في الحملات الانتخابية والسياسية. أهلا بكم. أستاذ محمود، كيف ترى اليوم الأول من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها بدأت بالمصريين في الخارج؟ أعتقد أنه لا جديد،
المصريون خرجوا، شفنا الطوابير في بالذات في دول الخليج كلها. المصريين مصرون على استكمال خريطة الطريق، يبدو أن لا شيء سيوقفهم. النهارده كان يوم عمل في لا جديد أغلب. بالنسبة لماذا؟ يعني لا جديد بالنسبة ل 30 يونيو وخريطة الطريق التي ارتضاها المصريين أو ارتضاها من خرجوا في 30 يونيو، وبيستكملوها بالتصويت، وده التصويت الثاني وده الخروج الثاني. طيب إذا ما قرنت بانتخابات الرئاسة 2012، هل لا جديد أيضا أم ترى اختلافا في الأداء والصورة والمشهد؟ بالعكس، النهارده في الأجهزة الجديدة دي مسهلة على الناس، فيمكن البعض بيرى إنه ما فيش طوابير وإنه الإقبال ضعيف، شعور. لكن هي الأجهزة الجديدة، في الأجهزة الجديدة اللي هي بتاخد الباركود، اللي عشان كده في تصويت بالبطاقة والرقم القومي، لأنه كل بطاقة رقم قومي ليها كود باركود، فهو بيمشي دلوقتي كده معاه جهاز جديد، مجرد ما هو بياخد بيقول والله الشخص ده له حق التصويت في مصر أو في خارجها، وبالتالي اللي معاه بطاقة رقم قومي بيقدر يصوت في أي حتة بره، وعلى طول، فده مقلل من التدافع وبيسهل على الناس. طيب. أستاذ أحمد، يعني يبدو أن هناك بعض الجهات الراصدة للانتخابات بتقول أنها انتخابات بتشهد من اللحظة الأولى النزاهة والشفافية والإقبال الكثيف كما قال السفراء المصريين، وكما قال أيضا تقرير في رويترز. هناك بعض المراقبين والمتابعين قالوا ذلك، وقالوا أنه الموضوع التصويت ليس فيه أي إشكالية. لا يعني طبعا خليني أقول لك أنه شهادة السفراء المصريين في الخارج شهادة مجروحة، لأنه وزارة الخارجية المصرية أحد مؤسسات الدولة العميقة. احنا شايفين انه هذه الانتخابات تعاني من شوائب وعوار شديد جدا. طبعا انا بقول الانتخابات بين قوسين، انا طبعا بعترض على فكرة انه كل دول الخليج طلعت فيها الحشود وبتاع، لا المسألة مش كده خالص. واللي يشوف هم، انت بتتكلم عن مش الامارات بس، ده ابو ظبي تحديدا، ومش بتتكلم بس عن السعودية، ده في جدة او في الرياض. واحنا اللي بيعرف البلدان دي بيعرف ازاي عمليات الحشد بتتم، وازاي وزارة الخارجية والكويت حصل فيها يعني لأول مرة ان وزارة الخارجية السفارات والقنصليات بدأوا يهتموا بالمصريين، لانه طبعا محتاجينهم، فبيبعتوا لهم عربيات لمناطق تجمعهم مثلا في منطقة مشهورة بالمصريين اسمها حوالي مثلا في الكويت العاصمة، في ابو ظبي برضو بعتوا لهم سيارات تجيبهم لمقر القنصلية. طب هذا يحسب لهم عليهم يعني؟ هم لا طبعا يحسب عليهم. انا هقول لك ليه، انه كمان وزارة الخارجية، وسمعنا المتحدث باسم وزارة الخارجية بيقول لك انه في تسهيلات بتتقدم. فين متحدث باسم الخارجية؟ خارجية سلطة الانقلاب. بيتكلم عن انه في تسهيلات بتقدم للمصريين. الاول يعني اللي عاش في الخارج، انا زي حالاتي عشت 5 سنين في الخارج، فبعرف انه لابد ان تكون مسجلا في السفارة او في القنصلية المصرية علشان تمارس حقوقك كمواطن، وبالذات في الانتخابات او الاستفتاء. لما يجي يفتحها المرة دي يبقى بيفتح ليه؟ علشان عايز يظهر للعالم انه خارطة الطريق اللي ارتضاها المصريون. لا بس الاستاذ محمود قال ان في اجهزة باركود بتعرف اذا كان لك حق التصويت ام لا، مش هو ده اللي اتكلم عنه؟ دي اجهزة جديدة اول مرة تطبق حتى. انا بس بعرض عليك الرأي التاني. ما اقول لك اهو. طيب قول لي، طيب بلاش دي. لما انت تكون الشرطة المصرية وزارة الداخلية المصرية المسؤولة عن عمليات تزوير كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة، مطابع الشرطة لأول مرة، سيبنا بقى من الباركود، انا يعني ايه، المواطن المصري العادي ذكي ولا يمكن حد يخدعه. فاحنا بنتكلم كلام للناس المواطنين الاذكياء، انما المواطنين اللي معطلين دماغهم دول ما لناش صالح بيهم. يعني انا عايز اتكلم المواطن المصري العادي، لما تكون المطابع الاميريه هي اللي بتطبع كل اوراق منذ عرفت فيها مصر الانتخابات. لو سمعت انا بكمل كلامي، ومن حقك تتكلم بس لما اخلص يعني فضل. لان فكرتي ما تتقطعش. احنا المطابع الاميريه بتطبع كل اوراق الاقتراع منذ ان عرفت مصر فكره الانتخابات. المره دي ها جهات سياديه تتصل وتغير جزء معمول، يعني كانت بدأت المطابع الأميرية فعلا تستعد، وفي كمية تم إعدامها، وهذه وقائع. يعني احنا ما بنتكلمش، هذه وقائع. كمية تم إعدامها ووكلت أوراق الاقتراع لمطابع الشرطة علشان تبقى طيب المسألة متستفة. أنا كنت بتكلم عن انتخابات المصريين في الخارج، لأن هي التي بدأت وفرض نفسها على الواقع. لما تتكلم عن الباركود لازم أدي لك مثل آخر عشان طيب. أقول لك إن أنت شايف إن في عوار، قلت لي إن في عوار في الانتخابات في المصريين في الخارج على وجه الخصوص. أيوة، عمليات الحشد غير المنظمة. لما ظهر في الاستفتاء الماضي إنه في مواطنين في الخليج بالذات والدول الداعمة للانقلاب العسكري، مواطنين بنغال وهنود ووشوشهم باينة واضحة، تم دفعهم في القنصليات. المرة دي الإجراءات دي
اتعملت بالذات علشان تبين للمصريين، خصوصا بعد تراجع شعبية زعيم عصابة الانقلاب. يعني زعيم عصابة الانقلاب ده شعبيته تراجعت بعد الحوارات اللي يعني اللي عملها في التلفزيون والقشرة اللي كانت عليه، الصنم اللي صنعوه لينا خلال فترة طويلة. في كتير من المصريين أذكياء. أنا عايز أقول لك على حاجة، ما حدش يستخف بعقلية المواطن المصري حتى وإن كان بسيط. ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الأستاذ حسين زهران الناشط السياسي. أستاذ حسين، كيف مر اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية في جنيف اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الانتخابات عندنا هنا في جنيف مرت وكأن شيئا لم يكن، معنى جميع المصريين اللي موجودين هنا في القطاع الفرنسي من ذكرى يعني جنيف وبراحيها وخلافه، يعني ساعد انشغالهم وعملهم هاد جدا في أي نوع من الاستقبال. جات لنا أخبار على العكس من هذا في فرنسا. انتخابات هناك طبعا زي ما بيقول الاخ بالبطاقه القوميه، نظرا لعدم الكثافه بتاعتهم، لان هو فعلا ما كانش في كثافه، كان بيخط الناس يرجعوا تاني يرجعوا يخطوا مره تانيه علشان ما يخشوا موضوع الانتخابات من جديد يصوتوا من جديد. يعني الواحد يطلق عليها في الاخر ان هي مصلحه حزبيه وليست انتخابات ولا تمثل اي فرق من اصوات المصريين. هل 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 رصدت يعني احدى الجهات المراقبه للانتخابات هذا بشكل قانوني وسجلته؟ اطلاقا اطلاقا، يعني حاولنا ان احنا نروح نصور الناس اللي في السفارات تبعوا علينا اللي هم شغالين في السفاره، طبعا اهانات وبعض الارهاصات طبعا اتصلوا بالبوليس، البوليس طبعا اخذ الناس ومنعهم من التصوير، وفي مجموعه من الناشطين راحوا عملوا على محافظ في مكاتب البوليس بسبب الموضوع ده، ولكن للاسف الشديد يعني الموضوع يعني اولا واخيرا هو. طيب هل لديك عدد بمن يعني احصائيه بمن يحق له التصويت في جنيف او على مستوى سويسرا؟ لا ما عنديش احصائيه حقيقه، بس عموما يعني هم كانوا بيحشدوا كل اللي يقدروا عليه من اصحاب المصالح المزدوجه، اصحاب الموائد ان هم يعني بيلفوا على كل مائده ان هم يروحوا يصوتوا. طبعا اي انسان عنده عقل وعنده نوع من الضمير المصري لهذا البلد طبعا التزم، واحنا اتفقنا مع بعضنا كلنا هنا كمجموعه تقول ان احنا نلتزم البيوت بتاعتنا ونلتزم الاعمال بتاعتنا ولا ننظر لهذه. هذه شهاده حسين زهران الناشط السياسي في جنيف سويسرا. طيب ننتقل الى لندن العاصمه البريطانيه مع الصحفي علي زلط. كيف مر اليوم الاول علي؟ كيف كان سير العمليه الانتخابيه في لندن؟ وما تقييمكم لدرجه الاقبال على التصويت فيها ومدى نزاهتها؟ مساء الخير ايضا لضيوفكم ومشاهديكم الكرام. حقيقة اليوم الوضع في لندن ربما لم يختلف كثيرا عن كثير من السفارات الموجودة في الخارج. الإقبال ضعيف. دعني في البداية أوصف لك مشاهداتي خارج السفارة. يوجد دعاية مكثفة بينما غاب أي وجود لمندوبين لحميد الضاحي ولا وجود إطلاقا لأي من أنصاره في محيط السفارة المصرية. طبقا لبعض مؤيدي حملة الفتاح السيسي فمن قاب التصويت حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت لندن هم 700 مواطن مصري. لاحظ ان هناك تسجيلات يعني كثيرة مملوحة لمن ان يفرق بصوتي هنا لأول مرة. طبعا يصلح لتصويت من البطاقة الشخصية بموجب البطاقة الشخصية الرقم القومي أو جواز السفر، وليس فقط المواطنين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم في السفارة. حقيقة لا يمكن حساب يعني غير مشاهدات العين بأنه عدد التقاطع وعدد الحضور لم يكن كبيرا اليوم أمام السفارة المصرية. بين الوقت والآخر كان هناك يعني حضور لعائلات مصرية تكون موجودة، لكن الملاحظ ايضا ان اليوم هو يوم عمل هنا، ففي غالب الامور ربما يعني ستحتمل الصوره في نهايه الاسبوع او الاجازه الاسبوعيه السبت والاحد. هكذا كان مشهد اليوم امام السفاره المصريه. المشهد اللافت ايضا انه في مقابل الحضور الضعيف ايضا لم تكن هناك مظاهرات مناهضه،
حتى الان لم يكن هناك مظاهرات للمؤيدي الشرعيه امام السفاره المصريه، وهم ستتظاهرون على مدى الايام الثلاثه القادمه، حيث من المتوقع ان يكون يعني مواجهات شرعيه. الشرطه البريطانيه تحدثت بذلك تماما، هناك اجراءات امنيه مشدده في السفاره المصريه وكاميرات مراقبه. نعم. وخصص رصيد التظاهر للمؤيدين ورصيد اخر للمعارضين. نعم، أرجو أن تبقى معي عليا. بالعودة إلى الأستاذ محمود إبراهيم، أستاذ محمود، يعني ونحن نتحدث عن كل الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة يناير، كان هناك أمل يحدو المصريين في الخارج في زيادة أعداد من يحق لهم التصويت، خاصة أنه كان هناك بعض الناس لا يمتلكون رقم بطاقة الرقم القومي، كان عندهم مشكلة في جواز السفر، كان عندهم مشكلة في قيد الانتخابات لأنهم لم يكونوا يشاركوا في عهد المخلوع. فكان هناك أمنية أن 9 مليون ولا 8 مليون مصري اللي بره، عدد نسبة كبيرة منهم تشارك في هذه الانتخابات المؤثرة في المستقبل المصري. النهاردة 600 ألف فقط يحق لهم التصويت. فأين ذهبت كل هذه الأحلام، خاصة أن في انتخابات رئاسة كان هناك انتخابات رئاسة 2012 كان هناك وعود بأن قاعدة الانتخابات وقاعدة البيانات سيتم تطويرها بشكل كبير. إذا كنت حضرتك مصري لا تملك بطاقة رقم قومي أو جواز سفر، فأنا ما عنديش إجابة لسؤال الدولة تقدر تساعدك إزاي. جزء من مواطنة حضرتك انه حضرتك يبقى عندك بطاقة، والسفارات بتعمل طول الوقت في بعثات لان حضرتك ممكن تروح تطلع الرقم القومي او جواز سفرك في السفارة. فكون انه حضرتك لا تملك ده، انا لا استطيع انه اساعدك كمواطن، انما حضرتك كمواطن تملك يعني الاثنين دول. يعني ملايين المواطنين المصريين في الخارج دول مش فاهمين اي حاجة في الوطنية. ما هو هنا هو مزدوج الجنسية، لا هو مزدوج الجنسية ومكسل، انه مكسل غالبا انه يطلع جواز سفر وبطاقة رقم مكسل قومي. يعني مش وطني؟ لا مكسل، ما فيش مشكله. يعني حضرتك ممكن بتكسل، خلينا بس نسمي تجديد الرخصه. لا خلينا نكمل. لا انا لا اتابع تجديد الرخصه. لا معذره، ما هو لازم الكلام يسمى يا فندم. انت حضرتك لما تقولي كلام انا ما قلتوش. لا يا فندم، حضرتك كسلت في انك تطلع بطاقه الرقم القومي. الدوله هتعرفك ازاي؟ هتشوفك ازاي؟ ده مساله منطقيه جدا. حضرتك معاك جواز سفر كندي او امريكاني او انجليزي على عيننا وعلى راسنا، وحضرتك مواطن مصري وزي الفل، لكن حضرتك عشان تصوت الدوله المصريه لازم تشوفك. هتشوف حضرتك ازاي؟ يا اما باجراء تسجيل، ان حضرتك بتروح تسجل وتقول ان انا مواطن مصري فعندك جواز سفر، يا جواز سفر يا رقم قومي. الدولة تقدم التسهيلات. ايوه يا فندم، حضرتك عندك يا جواز سفر يا تقدم السفارات هذه التسهيلات. ايوه طبعا طول الوقت. والنهارده بقى كمان هو ضاف عليها ده تطور. انا يعني كحد مراقب وبشتغل شغليه الانتخابات، انا يعني ارى انه اللي حصل النهارده تطور تاريخي. اللي هو في ايه بقى؟ اللي هو انه الاجهزه الجديده اللي هم بيستخدموها، مش اجهزه، ده هو ايباد صغير كده، بس السيستم الجديد اللي هم نزلوه اللي هو بيتيح بقى لحضرتك انه حضرتك مواطن مصري معاك بطاقه، معاك رقم، معاك جواز سفر، في اي حته في الدنيا هتدي صوتك. دي حاجه ما كانتش موجوده في جوه البلد. حضرتك مسجل بره البلد، حضرتك قاعد بره البلد في زياره، عندك حق هتدي صوتك في اي حته. لو انا اسمي مش مقيد في الجداول الانتخابيه ودخلت بالبطاقه هيقول لي لا مالكش حق التصويت؟ ال 53 ما حضرتك بقى بيقول لحضرتك من قبلها قبل الانتخابات بثلاث شهور، بيقول لحضرتك لو حضرتك اسمك مش مقيد في الجداول الانتخابيه قول لنا مش مقيد ليه عشان نقيده لك. يمكن سقط سهوا، يمكن اتحذف مع حد غلط، ودي اللي هي مراجعه كشوف الناخبين واللجنه العليا بتعلن طول الوقت وتقول يا مصريين في الخارج. طب ليه وجهه نظرك ان حركه المصريين في الخارج كانت اقل من مستوياتها على الدستور مثلا؟ لسه ما نقدرش نقول مشاكل. لا انا بتكلم على الدستور حضرتك، ولا حتى الدستور، ولا لسه حتى الدستور، احنا لسه بنتكلم على اول يوم. لا ولا حتى اولا الدستور. احنا النهارده خلص يا فندم، انا بتكلم على الدستور 2014. دستور 2014 في وقت طلعت الاحصائيات وطلع كل حاجه ان الاقبال كان ضعيف جدا، وظهر حتى السلطه الانقلابيه اعترفت بضعف الاقبال في حاجتين اثنين، المصريين في الخارج بشكل كبير جدا تخوفت منه كل وسائل الاعلام وكل الاجهزه المختصه في مصر، وايضا اقبال الشباب كان برضو صفر. دي مساله هتتحل المره دي خالص. المره اللي فاتت كان هو لغى التصويت بالبريد منعا لشبهه التزوير، هو خاف انه حد يعني يتم تشويه العمليه فلغى اي شبهات خالص، وما كانش استحدث الاجهزه الجديده. النهارده الجهاز الجديد بقى لطيف جدا، لانه هيقول لحضرتك احصائيات الناخبين بالسن بالعمر بالعنوان بكم واحد ضد، يعني حاجه عظيمه جدا. فحضرتك وهو اتجرب في الاستفتاء في دايرتين في النزهه وفي الجيزه وحقق نجاح، وعشان كده هم بيعمموه. استاذ احمد، يعني الاستاذ محمود بخبرته في الحملات الانتخابيه والسياسيه دي، وهو بيقول ان المره دي فعلا ليس هناك عوار، وان كل ما كان صور العوار السابقه لن تراها في هذه الانتخابات الرئاسيه. لا شوف، انت سمعته طبعا. انا سمعته بس فضل. يعني فكرة ان ما فيش عوار فكرة زائفة جدا، يعني لانه هذه انتخابات اصلا مبنية بتقوم بها سلطة انقلاب، والانقلاب ما بني اي شرعنة للنظام قام على باطل فهو باطل، فاذا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. تعالى من ناحية الاجراءات، ده من حيث الشكل،
من حيث الشكل. لما تيجي بقى للاجراءات اللي بتتم، تمام، احنا كان عندنا في انتخابات الرئاسيه في 2012 اعلن الجيش المجلس العسكري انه لن يكون له مرشح، خلاص مش دي كانت واضحه، وانه هو القائم على البلاد هو الذي سيشرف على اجراء هذه الانتخابات بين مدنيين. هنا كانت عمليه بروبر، عمليه صحيحه، خلاص. انما لما الجيش يبقى له مرشح ومرشح يدعمه والمجلس العسكري يفوضه بانه يتخذ قرار الترشيح والمرشح العسكري يعمل كل لقاءاته، طيب، في انت استاذ احمد انت تاخذ الموضوع الى الطعن في شرعيه الانتخابات، بالتأكيد. لكن انا لا اتحدث عن هذا، انا هحكي لك من العمليه نفسها بالضبط. انا بتكلم الاول للجوهر وبعدين نطلع منه للاجراءات، طيب، تمام. انت بعد كده داخل على اجراءات عايز تعتمد فيها الصوره كما اعتمدت الصوره في القيام بالانقلاب. التزييف هو العنوان الابرز لسلطة الانقلاب. التزييف ايه؟ انه يجي يطلع لك ناس بتمشي في الشوارع ويقول لك احنا 30 مليون وناس يقول لك 40 مليون بس، والسؤال البسيط عدتهم يا خلاص يروحوا ساكتين محدش يقدر يتكلم. العد في النظم الديمقراطية معناه ان الناس تروح صناديق الانتخابات وتتعد، فما تقوليش ان طلعوا 40 مليون دلوقتي لما يجوا قدام السفارات وتجيب لي الصورة، انت بتعتمد على الصورة. التزييف هو العنوان الابرز لسلطة الانقلاب، وتعالى شوف مش في 600 ألف مسجلين، هفكرك وديني بقول لك اهو ومعتمد على انه مش هيتجنبوها، تعالى اتفرج هيعلنوا من ال 600 ألف المسجلين دول ان قالوا لكش مليون واكتر من مليون واعداد اكبر، لانه ما عندهمش القدرة، هم عايزين يدوا صورة وانطباع للداخل انه خلاص العملية بتجري في وقت الانقلاب فيه، والسلطة الانقلابية حاسة، وبالذات مسرحية المسرحية الازلية بتاعت الانتخابات، زعيم عصابة الانقلاب لما طلع واتكلم القشرة نزلت عنه، خلاص اللي كان مدريه هو البدلة العسكرية. طيب فنان، نشوف الناس بتقول ايه وتعليقا على اول يوم لمرحلة الانتخابات الرئاسية والمصريين في الخارج، مع عمر فياض والمتواصلين معك، تفضل عمر. نعم، تعليقات متنوعة جاءتنا، نبدأها بهذا التعليق لأسماء تقول: نزاهة ولا تزوير، دي أصلا مش انتخابات، دي مسرحية، هكذا تراها أسماء. تعليق لحمد يقول: الانقلابيون يحاولون جمع أصوات بأي طريقة بعد فضيحة الاستفتاء، وذلك من أجل شرعنة الانقلاب. تعليق لإناس عبد الله تقول: السيسي رئيس منذ 3 يوليو، وما يحدث الآن ما هو إلا عملية تنصيب على العرش، أي أنها أيضا تدور في إطار المسرحية. سميرة تقول: هو ده الشعب المصري، جميل، عظيم، عظيم قوي، ما فيش في الدنيا أجمل من كده، أنا فخورة إني مصرية، ترى أن العملية تسري بشكل جيد وأنها عملية عادلة من وجهة نظرها. تعليق لنعيم رمضان يقول: الباطل باطل مهما تشكل بجميع صور الحق، يتحدث عن شرعنة ما يحدث في مصر. أما عن تعليقات تويتر، فعلى هذا التعليق لهذا المشارك يقول: نزاهة إيه؟ مش لما يبقى فيه انتخابات، أصلا يراها أنها ليست انتخابات. الفقير إلى الله يقول: أنا رحت الانتخابات 5 مرات قبل كده وصوتي ضاع، أقسم بالله مش هروح في أي انتخابات تاني إلا لما أرجع صوتي، يقصد الرئيس المنتخب. خلفاوي يقول: اليوم عالمي ولسه أول يوم من اللي شفته النهاردة بالسفارة، حد يروح يقول للسيسي خد شنطتك واطلع على الاتحادية. تعليق لطارق يقول: كفاية غربة، تعبنا والله، احنا نتعب والاغراب يستوطنونا في وطني، عشان كده هنتخب صباحي. تعليق اخير لسارة تقول: تضع هاشتاج تحيا مصر وتقول: ما شاء الله الاقبال يشرف، ترى ان الاشراف او عفوا الاقبال على العملية الانتخابية كان كبيرا من وجهة نظرها. شكرا لك عمر. واستكمالا لمناقشة هذه القضية، ومعنا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء محمد القاضي، مراسل شبكة الجزيرة. أهلا بك محمد، كيف كان سير العملية الانتخابية اليوم عندكم؟ مرحبا. بالنسبة للعملية الانتخابية اليوم، يعني نستطيع أن نقول بأن الإقبال كان ضعيف، يعني في يومه الأول من الانتخابات الرئاسية لم يكن هناك. استاذ محمد، الاستاذ محمود يهمس ويقول ضعيف ازاي بس يا رب؟ انا بس عايز اوضح ان المسجلين في مصر في الاستفتاء، لا معذره، يعني حضرتك بتقول ضعيف، 444 444 مسجلين في مصر، المصريين اللي عايشين في 500 واحد. مراسل الشبكه يقول انه ضعيف، حضرتك بتعترض؟ بعترض لان هم 500 واحد اللي عايشين في اليمن. بتكذب كلام. لا انا بعترض ان هم 500 واحد اللي عايشين في اليمن. بتقول ضعيف ازاي؟ يعني بتكذب كلام يا فندم، يعني حضرتك 500 واحد لازم يبقى ضعيف، تكذبه لازم ليه؟ لو راح 100 واحد، لو راح حضرتك شفت
حضرتك لو راح 100 واحد خلاص يا سيدي, يا سيدي المسجلين هناك حضرتك بتؤكد, حضرتك شفت ما هو المسجلين 500 واحد. هذا الرجل اللي عايشين شاهد, المصريين اللي عايشين في اليمن شاهد ومراسل. المصريين اللي عايشين في اليمن يا سيدي انا اسالك سؤالا محددا, انت تقول له انت غير صادق, هل رايت يا فندم هل رايت حضرتك بتتكلم على اقبال على 500 واحد يا سيدي؟ 500 واحد دول من المنطق, انا لا اعمل, ما انا بقول لحضرتك اهو 500 واحد, حضرتك جايب واحد مراسل في دوله فيها 500 واحد وتقول لي اقبال ضعيف؟ ما هو 500 واحد راح 100 واحد هيبقى اقبال ضعيف برضه؟ لا مش هيبقى ضعيف, لا يا فندم هيبقى راح 100 واحد. لا حضرتك لما دوله فيها العدد, لما دوله فيها 32000 يعني واحد, حضرتك الدول, لما دوله فيها 32000 يعني واحد, يعني حضرتك الدول اللي تعدادها مليون وبيروح فيها 100000 مليون, هتقول لي الاقبال ضعيف؟ انا بكلم حضرتك على تسجيل المصريين يا سيدي, حضرتك مصري الاقبال نسبي في 250000 واحد عايشين في السعوديه بالنسبه, يعني راح النهارده 100 واحد يا استاذ؟ طيب يا سياده المراسل راح 100 واحد؟ هنشوف يعني. طيب انا الاحصائيات دول 500 واحد يا استاذ محمود, كان بامكانك ان تساله هذا السؤال لا ان تستنكر عليه وتكذبه, هو شاهد عيان ومراسل, انت تجلس في الاستوديو, اذا كان لديك ما يثبت كذبه او عدم صحه كلامه تقول له لا انا عندي ما يؤكد. انا بقول لحضرتك اهو اللي عايشين مصريين مسجلين هناك 500 واحد, طيب خلاص راح منهم كام؟ وانا بنتكلم على مصريين دلوقتي بقى. اتفضل يا استاذ محمد, اتفضل يا استاذ محمد, اتفضل يا فندم. طيب انا اتكلم عن ما رايت, يعني ما شاهدته اليوم صباحا باكر. بالفعل يعني السفاره المصريه فتحت الابواب امام الناخبين اليوم الساعه 9 صباحا, الاقبال كان ضعيفا, يعني كانت الاعداد كيف هو معيار ومقياس الضعف بالنسبه لقياسك يا استاذ محمد؟ يعني انت قست الموضوع ده ازاي؟ انا ما شاهدته انا وشاهدته زملائي من الصحفيين المتواجدين في ساعه الصباح هناك في السفاره, ثلاثه اشخاص ادلوا باصواتهم فقط هذه في ساعه الصباح, سمعنا بان العدد ارتفع بعدها الى 8 الى 10, لان كون السفير يعني رفض ان نبقى هناك في 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 المركز الانتخابي داخل السفاره, ليس الجزيره فقط وانما اخرج جميع وسائل الاعلام من داخل المركز الانتخابي وقال تفضلوا, يعني ما في داعي انكم تبقوا هنا داخل السفاره, وسالناه يعني عن قوام الناخبين هنا في الجمهوريه اليمنيه, السفير تحدث رفض ان يتحدث عن قوام او عدد الناخبين, لكنه تحدث يعني سألناه عن عدد الجالية المصرية هنا في الجمهورية اليمنية, فقال بأن الجالية المصرية كانت تصل إلى 15000 مصري هنا في اليمن, إلا أن العدد يتناقص يوما بعد آخر بفعل الأزمة. أشكرك محمد القاضي مراسل شبكة الجزيرة, كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء. أستاذ أحمد شرقاوي, يعني أولا يعني يبدو أن هناك الآن تركيز على أن النزاهة والشفافية مرتبطة ببيئة الصندوق فقط, هل هذا ما كان يتحدث به هؤلاء أيام الانتخابات الرئاسية أو أيام عهد الدكتور محمد مرسي أو ما بعد الثورة مباشرة في الاستحقاقات الخمسة الماضية؟ لا شوف, هو يعني بيئة الانتخابات بيئة متعددة يعني لها إجراءات متعددة, بس شرط النزاهة الأساسي هو إشراف القضاء, لما في قضاء بيشرف, مش السلطة التنفيذية اللي بتشرف, مش القنصل أو السفير أو المجموعة اللي بتدير الملحق الإداري للسفارة اللي بيجيب الناس ويوديهم ويعمل لهم. أنا هقول لك على حاجة, في الاستفتاء بتاع العسكر 2014 والدستور العسكر, كانت في مشكلة كبيرة جدا مع المستشار مدحت إدريس, تمام؟ وهذا الرجل كان عضوا في اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء. دلوقتي تعال شوف بيعملوا ايه في المستشار مدحت إدريس, وهو الذي يتولى نفس القضية بتاعة تزوير انتخابات 2012. والمستشار نبيل صليب أصدر له قرار بإبعاده, وهو قاضي التحقيق المنتدب الذي لا يبعد, والراجل رفض هذا القرار. وإحنا قلنا هنا برضو في الجزيرة أنه أحمد الزند هدده بالمسدس ومرضناش نجيب اسم المستشار مدحت إدريس, إنما إحنا بنقوله دلوقتي وبنقول أن اللجنة العليا اللي شكلوها لهذه الانتخابات استبعدت مدحت إدريس واستبعدت غيره من الشرفاء. هذه ليست انتخابات, هذه مسرحية عبثية هزلية, ومن يشارك فيها شكراً. يعني يشارك في مسرحية هزلية. جزيلا لك المحلل السياسي أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي, والأستاذ محمود إبراهيم الخبير في الحملات الانتخابية والسياسية, وشكرا للأستاذ محمد القاضي مراسل شبكة الجزيرة كان معنا من العاصمة اليمنية صنعاء, وعلي زلط كان معنا من لندن. أشكركم شكرا جزيلا, لكن العرض في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. غرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد.
على خطى المخلوع، السيسي يقول إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار لجيرانها، ويناشد الأمريكان استئناف المساعدات لمواصلة هذه الحرب. يعني في معدات محتاجين إن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى عنها، وأعتقد إن الأمر لازم دلوقتي يتراجع، والأمر ده يتحقق في أسرع وقت ممكن.